ايه يا سنتي، مش جعانه ولا ايه؟ مالك قاعده مكرفده نفسك كده وسقعانه كده ليه؟ نفسي في فرنجه وفسيخ. رنجه وفسيخ طبعا، ما عندناش ولا رنجه ولا فسيخ، ناكل ايه يعني؟ وانت يا صدفه ايه ماسكه التليفون؟ ما عندكش اكل النهارده ولا ايه؟ قوم تعملوا لنا حاجه تدفينا كده وناكل. وانتوا مالكم مكرفتين يا اولاد كده؟ هو انتوا مش شايفين نفسكم ان انتوا الوسطوا حبتين ثلاثه؟ ثلاثة خمسة ستة عشرة. ولا انتوا ما تاخدوش بالكم؟ مالكم كده مكلفتين كلفتك ان الجليد نازل واللعد نازل والطوب التلج نازل؟ في ايه ده؟ الجو عادي حلو يعني؟ الجو ساعة عادي. ما انت متكلفتة اهو. طب قوموا خشوا المطبخ، مش هتسقعوا. قوموا يلا قولوا لنا اي اكل، قولوا لنا اي حاجة. اكل ايه؟ بطلوا انتوا واكلين امبارح رز بلبن واول كنافة. وانت ايه يا ياسمين؟ ايه؟ يا حبايبي انا معايا اربع بنات، محدش فيهم بيساعدني. اقول ايه؟ ده عشان خدت الزبابه نزلت بعته، خدت الكنافه نزلت بعته، الاكل اللي بعمله ده بطله، والاكل اللي بتدبسيني فيه وانا بعمله باكله انا يعني؟ ده انا لو قلت لندى تعمل الرز بلبن هتعمل، مالك هتعمل؟ هو الرز بلبن مش حاجه يعني؟ يلا قوموا كده بعد اذنكم اعملوا لنا حاجه ندفينا. اعمل لكم كرنب. محشي؟ هتعملي محشي دلوقتي؟ يا نهار ابيض. لا عادي، هو ما ياخدش كده، ما ياخدش وقت. تقوم لنا محشي كرنب. اعملي شوربه كرنب. ولا رز معمر؟ انت يا مكنتش الرجيم يا دنيا. اعملي شوربه. الدنيا اللي ورا دي. انت عايزه ايه؟ عايزه شوربه كرنب؟ انا عايزه فسيخ. فسيخ يا مكرش. عايزه فسيخ ورنجه. انا جايبه رنجه وفسيخ. خلاص كله رنجه. فسخ لنا فسيخ. خلاص بصوا عندي فكره حلوه. ليه مكفته كده يا ابني؟ السما بتنطط. اعمل لكم شوربه كرنب. يا معلش دي بتعمل ازاي دي؟ يعني تسلقي الكرنب وتاخدي ميتها وتشربيها يعني؟ ايوه. عبيطه قوي. لا والله في طبق مشروم بقى من اللي كنا جايبين. عندكم شوربه كرنب؟ بتعمل ازاي بقى؟ نعملها انا وانت. عندكم بقى انتوا ظبطوها كده. يلا نعمل شوربه كرنب وخلاص. هنعمل ايه؟ نعملها انت. امرنا لله. طب يلا نعمل شوربه كرنب. يلا مع السلامه. قوم اعمل لكم. الجو ساقع يا جماعه يعني. طب يلا قومي اعمليها، حطي مقاديرك يلا خلصي. ماشي هعمل لكم شربات. هتشربنا شوربه كرنب. قول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هي كرنبايه يا حبايبي، اخد منها كام ورقه كده. هاخد عش اني بص صدفه بنتي خرمتها، فانا هاخد اللي على الوش ده. وعندي بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده بروكلي، كام حته بروكلي هنا في الطبق ده. وعندي هنا بصل اخضر، بصل اخضر اخضر اخضر. وبصوا عندي مشروم كمان اهو. لما انا عملت المشروم من كام يوم قعدت اقول ما بيتغسلش، بيتمسح بحته يا حبيبي، فيه تراب لازق فيه فتينه. انا بغسله قبل الاستعمال على طول، ما بيلحقش يشرب ميه ولا يسود. وانا في الفيديو قلت لكم بيسود، خلي بالكم ما تسيبوش كتير. وبصل اخضر اهو، وجزر وكرفس وتوم. وعندي البصلية كمان هقطعها، ومشروم وقد الكرنب. ممكن طبعا نحط فيها بسله، كام واحده بسله كده. انا لما اقطع هبقى اجيب كام واحد شويه بسله كده من التلاجة. تمام طبعا يا جماعة، برضو ده اختياري. انا هقطعهم ايه، بصوا في يا جماعة ناس بتعمل شوربة الكرنب كانت تضربها في الخلاط، لكن احنا عايزين ان يبقى فيها حاجات بتقرقش كده، عايزين ناكلها كده نندغها يبقى فيها حاجات بتقرقش كده. بصوا الكرنبية اصلا حلوة. انا كنت جايبها عشان ايه؟ المحشي زي ما ما شردتنا دلوقتي وقومتنا من الكلفتة اللي كنا متكلفتينها شردتنا. نقطعها كده اهو، شايفين كده؟ شايفين كده اهو. شايفين؟ قطعوا بقى الخضار بالطريقة اللي انتوا عايزينها. ممكن زي ما انا بعد ما هعملها بالطريقة اللي هعملها بيها تروحوا انتوا تعملوها بنفس الطريقة، بس تضربوها في الخلاط براحتكم، بس انا ما بحبش كده. وتشيلوا العروق دي، عايزين تخلوها برده خلوها، بس العروق بتعمل غازات كتير واحنا مش عايزين مش عاوزين غازات. اهو اقطع بقى كله واجهز التجهيز دي كلها. بصوا بقى يا حبايبي، الشوربه دي ممكن تعملوها بنقطه زيت وممكن تعملوها كده من غير اي حاجه. انا هحط لها نقطه زيت كمان عشان خاطر يبقى في المقادير زيت، وزيت بسيط نقطه بس وملح وفلفل. هقطع بقى كله على بعضه ما عدا المشروم والبصل والثوم، هقطعهم لوحدهم والكرفس. يعني هنا هبشر الجزر عليهم دلوقتي، الجزر كمان هبشره
وهجهز حاجته كلها. وانا داخله اغسل المشروم اخر حاجه خالص، ده طبعا انا قطعتهم لسه ما غسلتهمش، تمام. اجهز بقى حاجته كلها واقطع كله، بما ان الموقوسه ياسمين مش قادره تقوم قاعده متكلفته، وارجع لكم عشان نكمل مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقطه زيت بس بسيطه كده، حاجه بسيطه خالص. نروح حاطين البصل الاخضر والبصل الابيض. بسم الله. شوية زيت يا حاجة علشان صدفة تتغدى. انا دلوقتي بحمر البصل عشان خاطر هعمل شوربة كرنب. خدها بقى تاكل مكرونة البشاميل وهي في السرية دي. شوفوا خير مصرية ازاي يقولوا تعملوا كرنب عشان الشوربة. اجيب لكم بقها هو تاكل. طعمها حلو قوي يا جماعه. بصوا ماما اللي عاملاها، انا اللي واكله كده. كرش. بصوا يا جماعه البصل يتبل بس اهو، ان انا بدل الخضار تشويحه معاه. والنقطه دي اختياريه، لو انت مش عايزاها هتحطي الشوربه وتحطي الخضار بعد الشوربه وتغسل. بس انا بحب اديله تشويحه كده بيدي طعم حلو قوي. نحط الخضار بقى اللي هو هنحط الكرنب والبروكلي والجزر، وعندي حته قرنبيط كمان هحطها، لكن المشروم مش دلوقتي. بسم الله. ركزي يا هدى، مقفولي يا غب. طبعا كل ده هيكش دلوقتي. شايفين كده؟ اي كرنب ينفع، كرنب بتاع السلطه ينفع، اللي هو الابيض ده. بس في فرق يا جماعه بين الكابوتشا وبين الكرنب. ما ينفعش نعمل بالكابوتشا؟ لا طبعا ما ينفعش. وراها رقيق وهتدوب هتتحرق. ايوه. عارفه انا بحسب ايه؟ تسفوري الكرنب تشربي ميه. دي بقره، هقول ايه؟ قالت في بقره هنا دي. وياسمين برضو كانت كده، فاكره كده. لا طبعا. هو اي هني وخلاص. والله بحسبك بتسلقي الكرنب وتاخدي الشوربه بتاعتك. الكرنب ده. انت عشان صغري تسمعك جيران طول الليل. بصي شماريخ. نسيبها بقى كده شويه، ده كله هيغطس. بصي بقى شمتي بقى الريحه. بصي ايوه هتقوى في سنانك. كل يا اختي كل غبي. والله لا يا جا خلاص خدت حته من نفسي. هنسيبه بقى كده شويه. بسم الله. هي هتنزل ميه دلوقتي الكرنب وهيدبل دلوقتي خالص. عسلوية عسلوية عسلوية. يدبل بس حاجة بسيطة مش عايزاه يتهري. في الوقت ده هغسل بقى المشروم لأن هكون مجهزاه. هغسل المشروم والثوم عشان أقطعهم. آخر حاجة طبعا بتحط الكرفس مش دلوقتي، عشان كده الكرفس هخليه. هغسل بس المشروم عشان أقطعه في الحلة على طول مع الثوم. ياسمين قامت من على البيض أهي. ده إيه؟ قرنبيط. قرنبيطة. نقطع حتة قرنبيطة. ناخد الزهرات. يعني الورد الرسومات يعني مش العروض. لا عليكي. لا قالت حاجة مفيدة. بس طلع على حضن الجمال النبي. ياسمين النبغة نطقت. تمام كده يا عسلوية. هي بتبقى فيها كل الحاجات دي؟ المشروم. المشروم محبوش ولا انا. بالنسبة لما كنت عاملاه من كام يوم وقعدت تغب فيه. ما حدش كان لما كنت عاملاه المكرونة. كان زي ما هو، انا ما اكلتهوش. ابويا انا دوت المكرونة بس. ابويا اللي كلها. هي ريحته كانت حلوة. ابويا اللي جه كلها. بس انا اهو شايفين كده المشروم. وده اختياري برضو يا جماعه. بالافضل ما يتحطش. خلاص يا جزامه. حط شويه بسله كمان. طب انا مهمتي ايه؟ انت قفي زي خبيتها كده. كلي قفي. كلي مكرونه. انا صايمه. صايمه. وبصوا كانوا قدامني بتاع. بس عاملين ازاي؟
انا اللي عاملاها. ما صح، انت اللي عامله كل حاجه بصراحه. حطيت المشروم وقلبته. خدت البسله، المشروم فين؟ المشروم اهو تحت البسله اهي، البسله دي متفرزه عشان كده حطيتها في الاخر. هي عسلويه اهي. خلي بقى التوم والكرفس في الاخر مش دلوقتي. احط لها بقى الشوربه بتاعتها واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي مع بعض. اهي يا حبايبي، اغطيها بقى واسيبها تغلي غلوه واحده بس عشان الخضار ما يتهريش، عشان احنا بنحب الخضار فيه قرشه كده عشان فيه ميه. تمام، غلوه واحده بس، واحط اظبط بقى الملح والفلفل بتوعي وحاجتي كلها، وغلوه واحده ونحط لها الثوم عشان يديها ريحه في الاخر، ونحط لها الكرفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه جايه ادي رشه فلفل اهي، نحط حبه ملح، ونعمل ايه بقى، نهرس الثوم ونقطع الكرفس قطيع. نقطع الكرفس ايه قطيع. بسم الله. وتعال معوق دي، تعالي معوقه قوي. ايه ده، وحشه قوي. ده اللي عندي في البيت الالومنيا ب 16 جنيه احسن من 65 جنيه. دي ناشفه قوي. ايه ده، ايه ماما هرست التوم دي اهو. ما هرسهم بقى واحط الكرفس ونبتدي نغرف الصحن بتاعنا. اغرف لك حبه انا. ما انت بتاكلي. ما انت بقك شغال في ايه؟ شاي وبقسماط. هو ده الشتا بتاعنا يا جماعه، شاي وبقسماط. يلا كرفسه اهو. بس شفت بقى التومي هو ده لما حطيناه. بس كده يا حبايبي، بصوا طبق يتدرس في المناهج. نقعد بقى ايه نغرف. يلا ونقعد ايه نقعد نتفرج على ايه. تنى ورنة. تنى ورنة كرتون. انا ما بحبش الكرتون. انت يعني طول النهار حياتي طول النهار مشغلة التلفزيون على الكرتون طول النهار. حتى حسن ويتنى ورنة انا ما اعرفهاش، انا بسمعها بعدين الصبح بنفطر. حسن بيقول لك ايه، افتح الكرتون يلا. يلا افتح لنا الكرتون يا هدى. مع ان كانت خناقاتي قبل الجواز والخطوبه مع حسن ان هو كان بيجي دايما يتفرج على الكرتون، دلوقتي بقى يقعد يتفرج معايا. يلا بقى نغرف. بس طعمها عسلويه عسلويه عسلويه. نغرف بقى. يلا جبت بقى انا اول طبق اهو. انا جبت بقى اهي طبق الشوربه ورايا اهي. انا اول طبق هيدي. انا عايزه الطبق ده كله. نعم يا اختي كله. معلش امشي يا بنت، انا هجيب لك انا طبق على قدي. لا 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 معلش. وانت قمتي ساعدتني، ما انا وقفت جنبك وانت بتعمليه. انا هجيب لك طبق على قدي. وقفت في ظهرك. الطبق بتاع صدفه الصغير. ايه ده ايه ده ايه كده؟ طب اغرفيه ده. طب اغرفي له منه سته. ستتي هي ست جولات ادلقهم هنا. خدي عشان ما عملتش معاكي صح؟ اه والله. انا وقفت جنبك. وقفت جنب ايه يعني؟ سندتني. وقفت في ظهرك. وقفت في ظهري صورت يعني؟ عتب يعني؟ طب حطي حبه من الكلام ده كتير. حطي هنا. خدي يلا طيري. بهيج طيري انت. بهبوري يقولي مامي ايه؟ اخي يا بهبوري. بهبوري يقولي مامي حاضر. يلا يا ياسمين في الشوربه. شايفين بقى عامله فيه ايه؟ مدياني ايه؟ ده بنتها لافا ما بترضاش تاكل في الطبق ده عشان صغير. بجد يا جماعه الشوربه فظيعه. عامله زي شوربه الخضار نفس الريحه. بس دي ما دقتش. انت ما عملتيش معانا. اللي عايز يدوق يقوم يغلب. اللي عايز يدوق يعمل. جربوها بقى يا جماعه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. ولو مش عايزين مشروم ما تحطوش. ممكن بعد ما تعملوها كده بقى تضربها في الخلاط وتغلي. لا كده احلى. كده احلى بكتير يعني. وقت اسمه بياكل حاجه لكن تضربها في الخلاط تحس انها عامله زي العدس كده، زي اكل الاطفال. اه يلا سلام عليكم. عليكم السلام.